هذا الإصلاح في هذا الظرف القياسي من أجل السماح لكل هذه الدوائر وللآمرين بالصرف بالتوفر على الاعتمادات الميزانياتية عفوا لقطاعاتهم من أجل تنفيذها في الأجال المحددة قانونا وهي 12 شهرا، وهذه المدة سوف تسمح لهم بتنفيذ كل النفقات الميزانياتية إن كانت تسيير أو نفقات تجهيز بأريحية وباحترام الأجال القانونية، فلن نتسامح طبعا في تجاوز هذه الأجال ابتداء من هذه السنة. استثناء بالنسبة لميزانية 21 أعطينا بعض الاستثناءات لبعض القطاعات التي لم تستوفي بعد الشروط التنظيمية التي تسمح لها بتنفيذ الميزانية في الأجال القانونية.